اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم 60 شو طبيب الرحمه في شهر الرحمه. حلقتنا النهارده عن واحده من الحيوانات وتحديدا من فئه الثدييات اللي لما نشوفها لازم نقول سبحان الله، رقبه طويله جدا وحيوان ضخم جدا. حلقتنا النهارده عن الزرافه. الزرافة بتتميز برقبتها الطويلة جدا، بتوصل لـ2 متر تقريبا. تخيل 2 متر الرقبة. متوسط حجمها 1600 كيلو جرام، يعني طن ونص. وزن الأنثى منها 850 كيلو جرام. وعلى فكرة عندنا زرافة في حديقة حيوانات الجيزة، واللي بتعتبر أطول الحيوانات البرية بلا منازع وأضخمها على الإطلاق. بتعيش الزرافة فين؟ في جميع أنحاء قارة أفريقيا، في مناطق السافانا، في الغابات شبه القاحلة والمفتوحة المليئة بالأشجار، وفي الأراضي العشبية. وبتوجد الزرافة بكثرة في النيجر، زيمبابوي، كينيا، تشاد، كاميرون، زامبيا، غيرها من الدول الأفريقية. طبعا لا تخلو منها حديقة حيوان، وعندنا زي ما قلت لكم في حديقة حيوان الجيزة واحدة من الزرافات اللي كل الناس بيتبسطوا جدا لما يروحوا يشوفوها. طب الزرافة بتاكل ايه؟ الزرافة من الحيوانات أكلة العشب، عشان كده ده السبب في طول رقبتها عشان تقدر توصل لورق الشجر فوق. وهي بتاكل النباتات الكثيفة والخشبية والفاكهة، وبتقضي معظم وقتها في الأكل. بتاكل تقريبا كل يوم 45 كيلو من ورق الشجر والشجيرات وبراعمها. وبيعتبر نبات الأكاسية من النباتات المفضلة للزرافة. وبتعتمد الزرافة على طول قامتها وطول لسانها، مش لسانها طويل يعني بيشتم، لا، طول لسانها بيوصل 53 سنتي، يعني شوية ويقفل متر، عشان يقدر يوصل لرؤوس الأشجار والنباتات. ممكن تعيش كمان عدة أسابيع بدون شرب مية. ليه بقى؟ لأن النباتات بتاخدها بيكون فيها نسبة رطوبة، فبتاخد منها المية بتاعتها. الزرافة من أطول الحيوانات الثديية البرية في العالم، بتتميز بطول ساقيها ورقبتها. بيوصل الطول بتاعهم قد إيه؟ زي ما قلنا لكم من متر لـ2 متر. وشكل رأسها مثلث، وفي أعلى الرأس ده قرنين بيغطيهم شعر. وعادة يتراوح طول الزرافة الناضجة من 4 لـ6 متر، وجسمها بيكون متغطي بجلد عليه بقع بني وسودة اللون، وبيفصل بينهم لون بني فاتح. والزرافة لها طريقة فريدة جدا من نوعها في المشي، فلما بتتحرك بتحرك ساقيها على جانب واحد من الجسم، وبعدين تحرك الاتنين التانيين على جانب تاني. حاجة جميلة جدا وما تصدقهاش. وسرعتها ممكن توصل لـ55 كيلو في الساعة. كمان رقبة الزرافة مستحيل توصل للأرض. أول مرة تعرف صح؟ لا، اسمع دي بقى، مستحيل توصل للأرض وهي واقفة، عشان كده لازم تفرد رجليها لقدام أو تتنيها عشان تقدر توصل للأرض وعشان تعرف تشرب. قلب الزرافة كبير جدا. كبير جدا يعني إيه؟ بتحب كل الحيوانات؟ لا يا فندم، وزنه 25 كيلو. يقدر القلب ده يضخ 16 لتر من الدم في كل دقيقة، وده سبب قدرة الدم على الوصول للرأس. لون الجلد أصفر مبرقع، والبقع لونها بيتراوح بين البني ودرجات الكستنائي والبني المحمر، وليها ديل بينتهي بخصلة من الشعر الأسود الطويل. ومن صفات الزرافات إنها حيوانات حادة السمع والبصر، وبتطلع منها أصوات للتواصل ما بينها. الأصوات دي ليها موجات تحت الصوتية لا يمكن للإنسان يسمعها. بتتكاثر الزرافات لما بيوصل الذكر لسن البلوغ عند 5 سنين، والأنثى لما توصل لـ3.5 سنة، ومدة الحمل من 14 لـ15 شهر. بعدها بتحط المولود بتاعها، وفي حالات نادرة ممكن تطلع 2 توأم. والولادة بتتم والأم واقفة. تخيل الأم بتولد وهي واقفة، زي مين يا جماعة؟ زي الجاموس. وبيبلغ طول الصغير 1.8 متر تقريبا. وبعد مرور حوالي ساعة من الولادة بيقدر يقف المولود، زي مين؟ حبيبنا الخيل. وبيرضع من الأم، وبتستمر الأم في رعاية البيبي بتاعها والرضاعة بتاعته لمدة سنة. لكن بعد أسبوعين من الولادة الصغير بيبدأ أول محاولاته عشان ياكل الورق ويعيش. وممكن تعيش الزرافة لحد 28 سنة،
الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعه صنف الزرافه على انها غير مهدده بالانقراض، لكنها بالرغم من كده بعض انواعها مصنف ان هو مهدد بالانقراض. على العموم الزرافه موجوده في كثير من المنتزهات والحدائق والمحميات الطبيعيه المختلفه. الزرافات لديها مدلولات كثيره جدا. يعني ايه يا فندم؟ لو حد شافها في الحلم ايه الوضع بقى؟ ابن سيرين في كتابه تفسير الاحلام قال ان رؤيه الزرافه في الحلم ممكن يكون اشاره لضياع الاموال، وممكن تكون دليل على الحق والخير والذكاء والعمر الطويل والقوه والصبر ومقاومه المعاصي. وقال كمان ان لو شفت نفسك بتحضن زرافه ده ممكن يكون دليل على وجود بعض الخلافات العائليه. طيب لو بنت عزباء شافت زرافه في الحلم ده دليل على ايه؟ قال ابن سيرين ان ده دليل على الاخلاق الحسنه الجيده. قال كمان لو بنت شافت زرافه بتتذبح فده دليل على انها تتجوز بدون موافقتها. طيب الام لو شافت زرافه معناها ايه؟ معناها دليل ان في خطر على الابناء، لكن لو شافت نفسها بتاكل لحم الزرافه فده دليل انها نجحت في حياتها الزوجيه واخلاقها طيبه وست اصيله. ولو شافت ست متجوزة زرافة في الحلم فده دليل على إن هيحصل لها حمل وربنا هيرزقها بالولاد. طيب لو راجل بقى شاف زرافة في الحلم ده دليل على إيه؟ قال ابن سيرين إن ده دليل إنه هيتجوز بنت جميلة وإن حياته هتتغير للأفضل. ولو شاف الراجل نفسه راكب زرافة مش عارف يركبها إزاي فده دليل على تخلصه من الشهوات، وكمان دليل على العلاقات الطيبة بينه وبين أهله، وكمان هيحقق كل أمنياته. نشوفكم على خير، حلقة جديدة من برنامجكم 60 شو، كل يوم حيوان جديد وموعظة جديدة ومعلومات جديدة تخليك تقول سبحان الله، ازاي يا رب خلقت كل ده؟ ازاي يا رب كل الحكم وكل المواعظ وكل الجمال اللي في الدنيا ده واحنا لسه ما شفناهوش؟ احنا جينا عشان نوريه لكم. نشوفكم بكرة وحلقة جديدة، حيوان جديد، طائر جديد، 60 شو، طبيب الرحمة في رمضان، انتظرونا.